جدول سيادة الرئيس بكرة إن شاء الله سريعا. سيد الرئيس، سيستقبل أولا رئيس وكالة جايكا اللي هي وكالة التعاون الفني اليابانية، ثم سيستقبل محافظ طوكيو، ثم سيتوجه إلى مقر البرلمان الياباني لعقد لقاء مشترك الأول ما بين مجلس المحافظين ورئيس المجلس مجلس المستشارين والمجلس النواب. هم دول غرفتين اللي بيتكون منهما البرلمان الياباني، ثم يلقي كلمة أمام البرلمان. وبالمناسبة سيد الرئيس هيكون خامس رئيس دولة يتحدث أمام برلمان ياباني في تاريخ البرلمان، وهو سيكون أول رئيس دولة من الدول العربية والدول الأفريقية والشرق الأوسط الذي سيتحدث إلى البرلمان الياباني. بعد ذلك سيعقد السيد الرئيس مباحثات، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء، ويشهد توقيع على إحدى الاتفاقيات، ويعقد مؤتمرا صحفيا معه. و يعني سيكون في نهايه اليوم عشاء رسمي يقيمه رئيس الوزراء على شرف السيد الرئيس. سياده السفير على رئيس المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهوريه، شكرا حضرتك جدا، وفي تواصل دائم معك ان شاء الله. ان شاء الله يا استاذ احمد، شكرا جزيلا. مبتدا دوت كوم.